الزباين كلها متعودة تقعد عنده كل ده؟ لا أبدا، أصل المدام اللي جوه دي ليها أكتر من قضية عند الأستاذ. يا سلام، تم تقعد عنده كل ده؟ معلش زمانها كارت. مع ألف سلامة يا فندم، شرفتينا. باي باي. باي باي، مع السلامة يا فندم. ازيك يا منال؟ اتفضلي. كل ده يا احمد؟ الزبونة بقى لها ولا ساعة قاعدة معاك. اشربي ايه؟ خلاص فهمت. انا عارف انك مالكيش في القهوة، بس انا فعلا محتاج فنجان قهوة مظبوط. تحب اطلب لك شاي ولا حاجة ساقعة؟ انت بتغير في الكلام ليه؟ ما قلت لك خلاص فهمت اني مش عايزني اتكلم مع الزبونة العزيزة. ايوه استاذ احمد. عبير من فضلك لو سمحتي، عايز فنجان قهوة مظبوط. راجع نفسك، هتشربي حاجة ولا لا؟ شربة. خلاص شكرا يا عبير. ها اخبار الدراسة ايه؟ كويسة ماشية الحمد لله. ربنا معاكي. يا ترى استاذ يوسف عامل ايه؟ بتشوفيه كويس؟ لسه جاي من عنده. والله؟ واخباره ايه؟ يسلم عليك. الله يسلمه. ايه، مش هتسألني سبب تشريفي ليك بالزيارة؟ انت تشرفي في اي وقت. لا بجد، مش هتسألني؟ اوكي، يا ترى ايه سبب تشريفك لمكتبي المتواضع بالزيارة؟ اصلي بصراحة عايزة اخد رأيك في موضوع. خير، تحت امرك. انا اصلي واقعة كده في حكاية وكنت عايزاك تشاركني القرار فيها. واقعة في حكاية؟ حكاية ايه تاني؟ لا ما تخافش، دي حكاية مشاعر مش اكتر يعني. خلاص قولي يا ستي وانا كلي اذان صاغية. أنا أصلي مسيطرة عليا مشاعر قوية شوية تجاه واحد قريب مني قوي. ويا ترى المشاعر دي نوعها إيه بالظبط؟ مشاعر حب صادق وحقيقي والله العظيم. طيب إيه اللي أكد لك إن المشاعر دي صادقة وحقيقية والله العظيم؟ عشان هو إنسان صادق وحقيقي في كل حاجة. ويا ترى الشخص ده بيبادلك برضه نفس المشاعر؟ ساعات بحس انه بيبادلني، ساعات بحس اني مش فاهمه. وعايزه رايي؟ طبعا، بس يهمني الاول تعرف هو مين. انا ما يهمنيش اعرف مين، وما يهمنيش اعرف ايه الاسماء. لا مهم، الشخص ده قريب مني قوي، صديقي وجاري ونسيب اخويا. اسمعي يا منال، انت لسه خارجة من تجربة قاسية، لسه جرحك صاحي حتى لو ما كنتيش حاسة بده. عشان كده لازم تدي لنفسك فرصة كافية عشان عقلك يفكر صح وقلبك يختار صح. اي شعور يا منال دلوقتي هيكون شعور ارعن ومتسرع، عشان كده انت محتاجة تهدي شوية، محتاجة تفكري بهدوء عشان ما تقعيش في نفس الغلطة تاني. ايوه بس انا واثقة المرة دي من مشاعر. انت مش واثقة من اي حاجة خالص، انت لازم تهدي شويه. انت دلوقتي ما تفكريش غير في مذاكرتك ودراستك وبس. Thank you.
الدنيا عمالة تلطش فيا من كل ناحية شوية. حتى الإنسان الوحيد اللي لقيت منه حنان واهتمام هو رفضني. طب ليه؟ عشان اتجوزت قبله؟ لا، عشان اتجوزت بطريقة مش كويسة، طريقة الحرامية، اخطف واجري. طب اعمل ايه؟ انا غلطت، اكفر عن غلطتي ازاي؟ معقول افضل اتجلد بيها طول عمري وكل اللي حواليا؟ حتى الانسان الوحيد اللي حبيته حب صادق وحقيقي